الأب للقلب. الفقرة اللي جاية على التمارين الرياضية مهمة، ومعانا كابتن مصطفى، ياريت كل الأطفال يتابعونا. نعمل تمارين شطر الجسم ونسخن كل عضلات الجسم، ونعمل تمارين تعملها في البيت كتير، هتقوى عضلات بطنك وهتقوى عضلات رجليك وهتقوى عضلات ايديك. مين واقف نفسنا صعبة قوية نسوي كده ونعمل بيتم عن طريق الهيلثي فود، يعني لو مثلا الطفل جاي بان هيلثي فود فبنبدله بفروتس او بخضروات، او ان احنا بنكلم ولي الامر ونبلغه ان هو يجيب الوجبه اللانش بوكس يكون فيه وجبه متكامله وهيلثي. خاطر المدرسه بتتابع ان اول 5 سنين بيبقى المفروض هيلثي فود بس عشان صحه الاطفال. شكرا. دلوقتي هنشوف اصحابنا بيعملوا ايه صح. ممكن بيكم ودلوقتي فاصل هنرجع لكم تاني. معاكم حالة فقرة الأكل الصحي، تورينا ايه يا اجي؟ زبدة فول السوداني. افطر تي زبدة الفول السوداني مغذية ومفيدة. فاطمة اخترتي ايه؟ اخترت لبنة. لا اخترتي لبنة عشان مغذية ومفيدة للأطفال. وجود دلوقتي هتعرفنا المعلومة مفيدة. اللانش بوكس لازم يكون نوع كويس. لازم البلاستيك يتفاعل مع الأكل، لو مش نوع كويس هيضر الأطفال. شكرا يا جود. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. في نهاية الحلقة بشكركم، واللي عايز ابنه يشترك